شكرا لجميع المستمعين والمتابعين بزاف بحضرتك. بعد ما كل واحد كمل النشاط ديال الحزب ديالو، بغيت نسيني سول واحد السؤال، يعني ما دوركم انتم كشبيبات حزبيه في استقطاب الشباب حتى على المشاركه السياسيه؟ نعيد السؤال، ما دوركم مستقبلا كشبيبات حزبيه في استقطاب الشباب وحتى على المشاركه السياسيه؟ وايضا عن الاحزاب تكوين الشباب سياسيا، يعني كيفاش نقدروا نتصوروا المغرب من بعد 15 سنه ولا 20 سنه بدون تكوين الشباب؟